احنا لما بنسلط الضوء على بعض المشاكل زي ما قلنا لكم بيكون الهدف هو ازاي نصل الى حلول لها. حقن البنسلين من اهم الادويه التي لا يجب ان تختفي ابدا، واختفائها يمكن ان يصيب المرضى بتداعيات سيئه جدا، واحنا مش عايزين يبقى في نقص في عدد كبير من الادويه، لكن انعكاساته على صحه المواطنين في منتهى الخطوره. لما بنسلط الضوء اتمنى على المسؤولين انهم يجدوا حلا سريعا لعلاج نقص الادويه، عدد كبير من الادويه هنبقى نتابعها معاكم في الاسواق انقاذا لحياه المرضى. بعد معاناة المرضى من محافظة أسوان من نقص حاد في حقن البنسلين طويل المدى المستخدمة في علاج الحمى الروماتيزمية من المستشفيات والصيدليات عقب اختفائها لأكثر من شهرين، أعلنت وزارة الصحة اليوم ضخ 198 ألف حقنة بجميع محافظات الجمهورية. المشكلة الحقنة المكروب السبح مش لاقيها، أنا داير عليها شهرين مش لاقيها الحقن، وبنتي تعبانه النهار كله، البت بتبكي بتروح الحضانه وتاجي يقولوا لي الحق البت اني تعبانه، بروح اجيبها البت مش قادره تمشي من رجليها. معايا بنتي وبدور على حجر البنسلين ومش لاقيها لا في حميات ولا في مستشفى العام ولا في المستشفيات خالص، ودورنا في الصيدليات هنا وفي القاهره، كلمنا الناس وقالوا ان هي مش موجوده. دلوقتي البت بتبكي كل يوم من رجليها يعني، والحاله بتتدهور معاها وتعبانه خالص. دلوقتي البت بتعاني من وجع في بطنها وبيجيها ضربات قلبها سريعه ورجليها بتوجعها، فانا مش عارفه اتصرف ازاي، خايفه ان تسوء الحاله معايا عشان الحاله ما بتاخدهاش دلوقتي. المشكله ان اختفاء حقنه البنسلين طويل المدى لفتره اكثر من 7 شهور لحد دلوقتي، والاطفال بيعانوا من ممكن يتعرضوا لاختفائها لقلب مفتوح. كل يوم رجلي بتوجعني وبطي ورجعت قلبي سريع. مشكله بنتي انا عندي مكروب سباحي في ثالثه اعدادي، بتتعب بتوجع من المدرسه يبعتوا لي اروح لها، وبعد كده اوديها الحقنه كل 21 يوم، فبتتعب ما لقاهاش الاطراف بتاعت ايديها وجعها واثرت على قلبها ورجليها، ومش عارفه عليك. سبب الازمه حاليا يعني انا لان المشكله انه موجود في السوق السوداء، يعني المنتج موجود في السوق السوداء وبكميات كبيره، بس العبوه بقى ب 8 جنيه وصلت 200 جنيه. مشكله بنسلين طول المدى ان احنا الايام دي طبعا ايام المرض، ايام المدارس، العدوى، في ميكروب اسمه الميكروب السبحي. الميكروب السبحي ده اللي هو ستريبتوكوكس بالانجليزي. طب يعني ليه سموه الميكروب السبحي؟ لانه زي السبحه يعني مدور كده مربوط في بعضه زي السبحه، فسموه الميكروب السبحي. زعل الشديد من الشركات، يعني الشركات دي بتبقى صاحبها معلش او المصدر او المسؤول ده مصري، لازم اخاف على البلد. نقص البنسلين طويل المدى، احنا الجامعه في مراكز رعايه الامومه والطفوله مش متواجده في المستشفى الجامعي، لكن نقص هذا النوع من الدواء طبعا هو مسمع في المجتمع الاسواني ان في نقص، وانا اعلم جيدا ان مديرية الصحة بتحاول توفير هذا النقص في المراكز الصحية والمراكز الحضرية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة، وإن شاء الله بإذن الله يتوفر قريبا بإذن الله إن شاء الله. نقص الأدوية من أهم وأخطر القضايا التي تواجه المواطنين الآن، يعني في قضايا بتهم الناس ولها أولوياتها، إزاي نقضي على الغلاء وارتفاع الأسعار. طيب الأدوية مش سلعة تقليدية ولا فيها رفاهية الاختيار، يعني لا أحد يختار الدواء، يعني لا، هو إلزامي وإجباري من أجل صحة المواطنين. في قائمة بأدوية مختفية من الأسواق أو ناقصة أو قليلة أو منعدمة تماما. تاني وتالت بقول نتمنى أن نجد حلا لهذه القضية.